أخبرنا إيه النهاردة؟ كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بيتفقد المرحلة النهائية من جراج فرع مدينة نصر ويجتمع مع الشركة المسؤولة عن تنفيذ المشروع. اللي أمام حضراتكم ده أسطورة كرة القدم في مصر، النجم الكبير كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي اللي كلنا بنحبه وكلنا الحقيقة بنبقى سعداء لما بنشوفه، سواء على التلفزيون أو لو إحنا بيبقى عندنا حظ شوية إن إحنا نشوفه على بشكل شخصي. فالحقيقة هذا الرجل النهاردة، وأنا عايز أقول لحضراتكم إن هو بيحاول دايما خلال الفترة اللي فاتت إن هو يصل بالإنشاءات داخل كل مقرات النادي لأعلى مستوى، وده هنوريه لحضراتكم خلال الفترة اللي جاية من خلال شاشة قناة النادي الأهلي اللي بالمناسبة هتعمل لكم شغل كبير جدا في إطار هذا الموضوع في الفترة القادمة. ده جراج النادي الأهلي في مدينة نصر اللي هيحل أزمة كبيرة جدا جدا جدا. كابتن خطيب من أول يوم، كابتن خطيب ومجلس إدارته من أول يوم الحقيقة بيحاولوا إن هم يحلوا المشكلة دي، والحمد لله توصل الكابتن محمود ومجلس إدارة النادي الأهلي لاتفاق مع إحدى الشركات اللي بتنفذ جراج النادي الأهلي فرع مدينة نصر، اللي حي إن شاء الله هيودينا في حتة تانية، هيودينا في حتة تانية، لأنه في النهاية محمود الخطيب ومجلس إدارته كل اللي عايزينه هو رضا جمهور النادي الأهلي وأعضاء جمعيته العمومية، وكله في إطار شيء واحد فقط وهو إعلاء مصلحة البلد قبل أي شيء آخر. حضرتك لما تعمل جراج زي ده، المكان ده كنت تقدر تعمل فيه 100 حاجة، ولكن إن أنت تعمل جراج زي ده قد إيه السيولة المرورية هتبقى جيدة، هيبقى عندك جراج بهذا الحجم الكبير جدا جدا جدا، وحليت مشكلة. أنا مش من سكان مدينة نصر الحقيقة، ولكن أنت حليت مشكلة كبيرة جدا جدا جدا، ومشكلة قديمة بقالها فترة طويلة جدا. بيصارع الكابتن محمود ومجلس إدارته من 3.5 سنين لغاية الآن عشان تشوفوا اللي حضراتكم شايفينه ده. إنجاز كبير، إنجاز كبير، إنجاز كبير وعظيم يستحقه أو تستحقه الجمعية العمومية للنادي الأهلي. يا عم إسلام إنجاز إيه؟ أيوة إنجاز، لأنه حضرتك إن أنت تاخد جزء كبير جدا من النادي وتعمله باركنج كبير للعربيات، يعني الناس كلها كانت تقول لك ايه اركن بره وخلاص، ولكن اتساقا مع ما يحدث في البلد عملنا الجراج داخل النادي الاهلي علشان الناس كلها تبقى مستمتعه. شايفين حضراتكم المنظر عامل ازاي؟ ده لسه يعني لسه لم ينتهي لنهايته، يعني منظر رائع. والحقيقه انا بقى احيي مجلس اداره النادي الاهلي على الاداء الكبير جدا. بنصور الايام دي الانشاءات اللي هتحصل او اللي حصلت خلال الفتره اللي فاتت، وقد ايه التطوير كبير جدا في كل انشاءات النادي علشان حاجه واحده فقط، اعضاء الجمعيه العموميه يبقوا قاعدين مستريحين. وبرنامج عائله الاهلي اللي وعد بيه كابتن محمود الخطيب منذ 3.5 سنين لغايه دلوقتي بيحاول بنسبه 100% تحقيقه قبل نهايه ال4 سنوات، وان شاء الله اكتر من 100%. انا مش عايز بس احرق لحضراتكم الموضوع، ولكن ان شاء الله في وقت قريب جدا في خلال ايام او اسابيع قليله هتشوفوا ما حدث من تطور كبير في كل مقرات النادي الاهلي، وبدون اي تحيز وبدون اي حاجه هتشوفوا حضراتكم ان النادي الاهلي اصبح نادي عالمي في كل شيء، في ادارته لكره القدم وادارته للالعاب، وفي نفس الوقت من ناحية الإنشاءات داخل المقرات المختلفة في فروع النادي الأهلي، سواء مقر الجزيرة، سواء مقر مدينة نصر، سواء مقر النادي الأهلي في الشيخ زايد، أو المقر الجديد اللي في التجمع الخامس اللي هتشوفوا إن شاء الله فيه مفاجآت كبيرة جدا هنوريها لحضراتكم خلال الفترة اللي جاية، وأيضا مقر النادي الأهلي أو فرع النادي الأهلي في الأقصر. هتشوفوا حاجات جميلة جدا جدا بتحصل، وكل ده علشان زي ما دايما بقول لحضراتكم اعضاء الجمعيه العموميه يبقوا قاعدين مبسوطين باسم ناديهم، فخورين باسم ناديهم، وهو ده اللي دايما بيسعى ليه مجلس اداره النادي الاهلي بقياده كابتن محمود الخطيب.